نهار اللي كتبقى تبان ليا واحد مطيشه غادي تبدا تقيسها تخماج ولا سرطاب ولا هذا كنعزلهم وكنديرهم الا ماكش نصوب هذيك الساعه كنديرهم في بلاستيكه هكاك مطيشه صحيحه كرميها في المجمد في واحد بلاستيكه. نهار اللي كنقرر نصوب لاصوص كنجبد كاع ديك المطيشه كنديرها في كوكوس وندير لها داكشي ديالها وكنحضرها. المهم ما ديروش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. يا دابا نبقى نتسابق أنا والدجاجة. سكتي. أهلا وسهلا بكم من جديد يا أحلى متتبعين ومتتبعات في يوم جديد وفيديو جديد. كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير يا رب وما ناقصكم حتى شي خير من عند الله سبحانه وتعالى. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم مجموعه حيل انا متاكده غادي تعجبكم. وبما انني واقفه حدا الشجره ديال الحامض بانت لي في هذه الحامضه الصفراء واللي غنحتاجها في وسط الفيديو وغنقول لكم شنو غادي ندير بها خليكم معايا بتشجيعاتكم، خليكم معايا من بدايه الفيديو الى اخره. ما تنساونيش من لايكاتكم، التشجيع محتاجه الدعم ديالكم. انا غنشوف واش غادي تردوا عليا في وجهي، واش انا فعلا عزيزه عندكم ولا لا. غنشوف اللايكات ديالكم، الله يكبر بكم، ما غتخسروا حتى حاجه، غتضغطوا عليهم ولكم الاجر من عند الله. نتمنى لكم فرجه ممتعه ونمشي مباشره نتعرفوا على محتوى الفيديو. وهنا يا الناس بغيت نتقاسم معكم واحد الحاجه زوينه. المهم دائما كنقول لكم الحاجه اللي كنديرها كنحب نبارطاجيها معكم، اللي وافقته شي حاجه ياخذها. بالنسبه لهادي انا كنحضر عجين البيتزا، كنبغي نديرهم هكا ملي كيكون عندي شي نهار وقت الفراغ كندير هكا. لاباط كندير لها نصطيبو كندير في الفريكو. نهار اللي كنبغي ندير البيتزا كتجيني القضيه سهله، ها لاباط عندك واجده، ها لاصوص ديال البيتزا ايضا واجده في المجمد، كيبقى غير هذاك الشيء اللي كتشحريه وها انت ناضيه دايره العشاء بسرعه. المهم علينا، انا الفكره اللي بغيت نتقاسمها معكم، الا ما عندكش هذيك الجراره اولا هذيك الثقابه اللي كتقبل البيتزا، انا ما عنديش البنات، وبغيتي تقبيها بسرعه وما تبقاي شاده الفرشيطه وكتبقاي معطله وشاده الوقت وضربه هنا ضربه لهيه. الا عندكم هاد الاله هادي، ماشي اله، هاد القطاعه اولا هادي اللي كتبع في راه كتبع مالي المواعن، فيها ثلاثه ديال البياسات منهم هادي، فيها هذيك اللي كتكون هكا سامبل من هنا كنبقاو نزوقوا بهم لي كيك اولا لي طارت بحال هادي. حتى هادي كدير دوك السنينات في الجنيبات ديال لا طارت من الجناب. المهم هادي كنتقبيها انا البيتزا رائعه البنات. هانتوما بغيتو بهاد السنينات الرقاق، بغيتو بهاد السنينات الكبار، ها بسرعه 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 بسرعه. ها شو البنات في البلاصه كتقب لكم البيتزا بلا جراره بلا حتى شي حاجه، ها هي في البلاصه كتقب صافي الناس، وكتجيب منظر زوين وما كتجيش بالفرشيطه ملي كديريها هنا وديريها هنا. ها البلاصه كتجي حادره، والبلاصه اللي زقلاتها الفرشيطه كتجي شويه بومبي، يعني ما كتجيش لي هكا مقادم مستويه هكا، كتجي جهه طالعه جهه بحال فيها الدريدبات. هادشي اللي بغيت نقول لكم. كنتمنى ان التدبيره اللي ما طاحتش على بالها اولا عندها وما تستعملهاش ديرها في بالها فقط، هادشي اللي بغيت نوصل ليه. نمشيو ان شاء الله بحول الله المعلومه المواليه. وهنا يا البنات معكم هذه التدبيره هذه فيما يخص المعلبات. انا عارفكم غتخاصموا عليا غتقولوا لي هادشي ماشي صحي، متفقه معكم مليار في المئه، ولكن بعض المرات المهم النفس ما نكذبش على الله كتبغي تقلبي على الساهل، واصلا هنا في الباديه ما كنلقاش داك الفطر اللي كيكون طري. المهم علينا، كنبغيو هكا نديرو، انا دايره اليوم البيتزا الغدا، كنبغيو هكا بعد مرات نعمرو بها البيتزا تجينا وعن ما عامره. المهم علينا، القضيه اللي بغيت نشاركها معكم هو المعلبات، سواء الشامبينيون سواء الذرة المعلبه او اي حاجه اللي كتكون معلبه، ملي كنحلوها كيف حال هكا كيفاش نتعاملوا معاها. خاص هاد الماء بعدا تشلل، اول حاجه غديريها فواحد الشبكه وديرها في الروبيني وتشليها مزيان مزيان ياك. من بعد كتجيبي واحد القرعه ديال الزاج، انا غنديرها هنايا البنات وغادي نديه نشللو بحال هكا ضروري، حيت هاد الماء اللي كيكون فيها راه كتكون فيه مواد حافظه. صافي غادي نشللو في الروبيني. صافي انا البنات شللتو من داك الماء ياك، غادي نجيب ما جديد هو اللي غنديروا لنا، غتاخذوا اللي غتتاخذوا والفائض اللي كيشط لكم ديروه في قرعه وديروا عليه ما جديد من الروبيني، قرعه ديال الزاج ضروري يا بنات. صافي كتسدوا عليها وديروها في الثلاجه وهكا راه يبقى معكم اسبوع ما يخسر ما طرا ليه حتى حاجه. قلت لكم هادو سوا الجلبانه اللي كتباع حتى هي معلبه، الدرا اللي اي حاجه اللي كتكون معلبه.
صافي زوينين. هنا غنعطي واحد الاشاره للمبتدئات على السريع، ملي نكونوا انا هاد لاصوص عاد صوبتها دابا راه سبق لي شاركتها معكم شحال هذه، ملي تصوبوها اياكم ديروها وهي باقا سخونه. انا دابا كتشوفوا باقي البخار، هانتوما باقي البخار تيخرج منها، هانتمشوا راه باقا سخونه، خليوها حتى كتبرد تماما عاد تجيو تبقاو ديروها لاباط ديالكم. هاد لاباط اللي انا ديجا كنقول لكم من ضمن التحضيرات المسبقه تجيكم سهله، ها هي كنحضرها وكنديرها في الفريغو، نهار اللي كنبغيها كنجبدها بساعات هكا، ماشي بساعات، المهم كنجبدها هي الاولى كنديرها في واحد المنديل بحال هكا كنغطيها، ريتها ما كنوجد داكشي كنشحر بصيله ولا صوص داكشي. لاصوص حتى هي كتكون عندي في المجمد، غير اليوم ما بقاش صوبتها من كذا وجديد، وديما نهار اللي كنصوبها كنصوبها بزايد باش كناخذ منها والباقي كنديرو في المجمد. نهار اللي كتبقى تبان ليا واحد مطيشه غادي بدات تبدا تقيسها تخماج ولا سرطاب ولا هذا كنعزلهم وكنديرهم، الا ماكش نصوب هذيك الساعه كنديرهم في بلاستيكه هكاك مطيشه صحيحه كرميها في المجمد في واحد بلاستيكه. نهار اللي كنقرر نصوب لاصوص كنجبد كاع ديك المطيشه كنديرها في كوكوس وندير لها داكشي ديالها وكنحضرها. المهم ما ديروش لاصوص سخونه على لاباط، لان لاباط الوجه ديالها كيتعجن ومني كتكونوا كتمضغوا كتبقى تعجن لكم في الفم ديالكم. هادشي غير المبتدئات ان شاء الله يكونوا كيستافدوا معايا، ونمشي ان شاء الله بحول الله المعلومه المواليه. وهنا البنات جيت معكم الحامضه اللي كنت قلعت معكم وقلت لكم غادي نحتاجوها. كتعرفوا مع الوليدات ديالنا وليداتنا في المدرسه اكيد كيكونوا عندهم هاد الاقلام هادو اللي دايرين بحال الفيتخ وكيبغيو يزينوا بها، راه كاينين بالالوان صفار خضر غوز زرق، كيبغيو يزينوا بها العناوين كيديروا دوك الخطيطات هكا باش العنوان كيبان ياك. ربما غلط او لما بغاش يعني بغى حيت عارفه ما عنده قومه غيتمسح هذيك غير بالحامضه البنات، ديري عليه غير هكا ماشي تفزقي الورقه، مهم غير واحد القطرات هكا. سمحوا لي على الاضاءه، ها هو طار شتي صافي. يكون حداك واحد الشيفون اللي غتمسحيه ليه بحال هكا في البلاصه كيطير البنات هانتوما وما كيبقاش نهائيا. جربوها بيديكم وغتشوفوا بعويناتكم غير في هادو ماشي في ستيلو، لا باش نكون واضحه معكم انا دائما كنقول لكم المصداقيه هي راس مالي، غير هاد النوع اللي كنهضر عليهم هو اللي كيزولهم الحامضه البنات، وما تبالغوش باش ما تقبوش ليهم الورقه ديالهم غير من الفوق وبسرعه يكون في يدك منديل مسحي داك الحامض راه في البلاصه كيزول معاه هاد الفيتخ هذا صافي. وبهكذا يا الناس زوينين الفيديو ديالنا الدجاجه دايره معايا الميعاد بداية الفيديو وفي نهايته والله ما خلاني نصور. قلت لكم الناس زوينين وصلنا النهايه ديال الفيديو، كنتمنى لايكاتكم البنات ما تبخلوش عليا بها، الله يجازيكم بخير، هذا هو الطلب اللي دائما كنطلبوا لكم هو ما تبخلوش عليا بلايكاتكم بالبارطاج بالكلمه الزوينه. يا الناس زوينين دمتم في امان الله، بوسه كبيره لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.